البربة أهم المنافع ديالها للجسم الطفل والكبير في البيت شنو هي؟ فالباربا من المواد اللي ما خصناش نحيدوها من المطبخ ديالنا من نهار كتبان حتى كتحيد، لانها كلها فوائد، والفوائد ديالها هو في داك اللون الاحمر ديالها اللي فيها، اللي فيه ماده البيتاين. هذه الماده هذه اللي كتعتبر من المقويات ديال المناعه، خاصه كتلاحظوا ان الباربا كندخلوها بزاف في الوصفات ديال الجهاز الهضمي، انها كتقوي الجهاز الهضمي، وخاصه هذا الشيء عندنا به الغرض في هذه الفتره هذه ديال الصيف. كتعاون البشره، يعني كتعطينا واحد النظره للبشره ديالنا، كتعتبر مضادات الاكسده القويه المهمه، يعني بحال القهوه بحال اتاي اللي كتصفي لنا الدهس ديالنا من السموم. وهكا الا هضرنا على مضاد اكسده، فهي ماده كتحمينا وكتعطينا وقايه ضد السرطان. وان الباربا على الاقل ما غاديش نقول لكم مره في السيمانه، ولكن مره في اليوم ناخذوا الباربا واحد جوج حبات على الاقل، جوج حبات يكونوا متوسطين، اللي غير نسلقوهم ونقردوهم هكاك وناكلوهم، ولا حتى خضره. فكاين في بعض الحالات كتكل انها كتحك هكاك وكتكل، فغادي نستافدوا منها مزيان. وبالنسبه للناس اللي عندهم داء السكري فكيمكن لهم ياكلوا الباربا، لانه اللي شائع انه الناس اللي عندهم السكر ما يمكنش ياكلوا الباربا لانها حلوه. اكيد فإلا خدينا واحد جوج حبات ديال الباربا متوسطين وكلاهم، الناس اللي كيعانوا من داء السكري ما عندها ما غدير لهم، بالعكس غادي تعاونهم وكتوازن نسبه السكر في الدم. واش مثلا الناس اللي عندهم داء السكري الا كلاوها على شكل شلاضه، الشلاضه اللي كتكون مثلا تسلقات فيها الباربا نقات وتقطعات مربعات، وكنزيدوا لها واحد نص بصليله مشلدة صغيرة، وكنزيدوا لها شوية ديال الحامض، زيت الزيتون، وشوية ديال المعدنوس أيضا مقرد طري مليحة والإبزار. أكيد فهذه وصفة متكاملة أختي زناء، لأن كنعرفوا البصلة فيها المركبات الكبريتية ديما كنهضر عليهم، هذوك المركبات الكبريتية كيعطيونا واحد لافيكساسيون ديال هاد لابيتاين اللي عندنا في الباربا. البزار اللي فيه لابيبيغين، فهادو كلها يمكن لهم ياخذوها. واحد الطبيسي صغير عاوتاني، ماشي الدكتور عماد قال لنا ناكلوا الباربا الناس ديال داء السكري صافي غادي ناخذوا مثلا واحد البرمال، لا، غير جوج ديال الحبات يكونوا متوسطين تقطعوهم وغادي تستافدوا منهم احسن. وحتى بالنسبه للناس اللي كيفيقوا فيهم السخفه، انك يحس براسو مهلوك، كتحس فيهم واحد السخفه، فملي كناخذوا هاد الباربا كتعطينا ديك القوه، داك لو تونيوس جينيرال ديال الجسم ديالنا، ديال القوه ديال الجسم ديالنا كلها كتقوى. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.